و 13 راس تتنافس في الشوط الثالث على مسافة 1400 متر في شوط مخصص للخيال السعوديين المتمرنين تبلغ جائزة 54,000 ريال بمشاركة مزاج معيوب سودة عسير ساحل العاد زيكار وكلاسيك المستعصي وجه الخير كبير الخيل وجه الخير وذروة السلام قناس الجنوب حس الرعد والنهر والتقدم لكلاسيكي الآن في المركز الأول مع الخيال مشعل العكرج في المركز الأول المركز الثاني لصالح النار في المركز الثاني يأتي الآن معيوف للمركز الثاني الآن معيوف مع فهد المزيني في المركز الثاني ويتأخر النار للمركز الثالث في ثالث أشواط الحفل الأول لموسم سباقات المصيف والصدارة الكلاسيكي في المركز الأول مع مشعل العكرش في المركز الأول تقترب الجياد من المنعطف الأخير بعد اجتياز علامة 800 متر ومعيوف يتقدم الآن للصدارة والمركز الأول لمعيوف في المركز الأول مع محاولات قرناس الجنوب للحاق أيضا والخط المستقيم والصدارة لصالح معيوف في المركز الأول قرناس الجنوب يأتي إلى المركز الثاني مع محاولات من ساحل العاج الآن للمركز الثاني وابتعاد ما شاء الله بالصدارة من قبل معيوف للمركز الأول للأمير فيصل بن خالد ابن عبد العزيز وهو نقاط الإسطبل الأحمر للأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز مع انطلاقة موسم سباقات المصيف ألف مبروك.